مساء الخير. هي لوحة من اللوحات الطبيعية يلي تميز فيها لبنان. هي بلدة عتيقة، عتيقة بتراثها الحي وبأصالة وعنفوان أهلها يلي تمردوا على الظلم بكل أشكاله. هي البلدة اللي حملت دايماً لقب بلدة المحبة، التواضع والعنفوان. وإذا كان موقع هالبلدة ارتبط بتاريخ الحضارات القديمة، فهي دخلت التاريخ الحديث من بابه الواسع، لأنه من قلعتها انطلقت شرارة الاستقلال عام 1943 حتى تعلن نهاية عهد الانتداب الفرنسي. فهي بكل تأكيد بلدة الاستقلال رشقية. توقع بلدة رشيا الوادي على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية عند سفوح جبل الشيخ أو جبل حرمون. ترتفع عن سطح البحر 1100 متر وصولاً إلى 1350 متر، وبتبعد عن بيروت 86 كيلومتر. إدارياً تتبع رشيا لمحافظة البقاع، وهي مركز القضاء اللي بيحمل اسمها. رشيا الوادي وهي واحدة من القرى اللبنانية اللي كانت معقل للأمراء الشهابيين واللي استوطنها الرومان والصليبيين. أما اسم رشيا فبرأي العديد من المؤرخين ومن بينهم أنيسة فريحة، هي كلمة سريانية وبتعني راش أي رأس، يا جمع رأس رؤوس، آيا وهو إله المياه الجوفية، وهي منبع الأنهر. وأضيف إلى الاسم كلمة الوادي لسببين: الأول هو موقع البلدة بوسط وادي التيم، والسبب الثاني هو تمييزها عن بلدة رشيا الفخار. الأكيد أنه تاريخ رشيا بيرتبط بتاريخ حرمون. هي بنت حرمون. حرمون اللي عبر التاريخ كان اسمه لأب آنا آن، ومعناتها الأبيض. نحن بالأرض اللي أعطت لبنان اسمه. لكن تسمية رشيا كونها مؤلفة من مقطعين راش وآيا. آيا هو إله سومري قديم، كان هو إله المطر والمياه العذبة عند السومريين، ولأنه حرمون كان غني بالمي وبالمطر، فلذلك اسم رشيا نرجع فينا نرده لاسم إله المطر وإلى المطر والثلوج اللي كانت على حرمون. تاريخ هالبلدة عريق، عريق لأنه من ألف سنة نحنا وموجودين بتواصل بشري مستمر. وفي ميزة زيادة تتميز فيها رشيا كونها هي منطلق لدعوة الموحدين الدروز، هي وجود أقدم مجلس للموحدين في بلدة رشيا والمعروف بمجلس شطميل. بهالأرض انحفظت أول معاني التوحيد على حرمون، حرم أون، المكان المقدس لأون الإله الواحد. رشيا بكل ست آب تحتفل بأن تصعد مع الوافدين لإلها لتحيي ذكرى التجلي على جبل حرمون. بدكم توصلوا على رشيا الوادي في طريقين، يا أما من طريق الجنوب يا أما من طريق البقاع، بس ما تعطلوا هم الطريقين، رح تشوفوهم بهالخريطة. توصلوا على رشيا عبر أوتوستراد بيروت دمشق الدولي، بدءا من الحزمية، عريا، سوفر، ظهر البيدر، مرورا بطريق شتورة، المصنع، سويري، المنارة، باتجاه الجنوب لمسافة 27 كيلومتر، أو عن طريق بيروت، صيدا، الغزية، النبطية، مرج عيون، حصبية باتجاه الشمال الشرقي لمسافة 33 كيلومتر. أماكن عديدة ضروري أنكم تزوروها بس توصلوا على رشيا، ومن ضمنهم هالسوق العتيق يلي يعتبر السوق التراثي الوحيد الموجود بمنطقة البقاع. على جوانب هالسوق بيرتفع 36 بناء قديم بتتميز بطابعها القديم،
أما أرضه فمرصوفة بالحجارة بشكل هندسي جميل جداً على يد شكري عبد الأحد وهو معلم مدهور الشوير. أما طول هالسوق فهو 250 متر وبيعود تاريخه للقرن 17. من سوق رشيا لقلعتها اللي بتمتد على مساحة 8000 متر مربع، هالقلعة اللي بتحتضن جدرانها ودهاليزها أسرار العديد من الحضارات اللي مرت وتركت جواتها أنواع مختلفة من الأثرات يلي بتدل على الدور يلي لعبته رشيا وقلعتها على مسرح التاريخ الإنساني والحضاري لهالمنطقة. على إحدى التلالي اللي بتشرف على فلسطين بنى الصليبيون بالقرن 11 للميلاد أثناء سيطرتهم على المنطقة برج بعلو 1300 متر بهدف مراقبة حركة القوافل من وإلى بلاد الشام. وبالعام 1307 للميلاد وأثناء الحكم الشهيب برشيا تم بناء معظم أبنية القلعة حول البرج بالإضافة إلى دهاليز أربعة تمتد على مسافة حوالي 1500 متر. هالقلعة التاريخية اللي هي كانت قلعة صليبية بعود تاريخها إلى سنة 1173. هالقلعة هي عبارة عن قلعة صليبية نموذجية، طول هو 60 متر والعرض هو 40 متر. بموقعها استراتيجي على هالهضبة العالية على ارتفاع 1300 متر كانت القلعة عندها وظيفة عسكرية، وهي بنفس الوقت كانت مركز للتومبليي أو فرسان الهيكل. تعاقبت على القلعة عدة حقبات، احتلوها الصليبيين ومن ثم المماليك، ثم القلعة وقعت تحت سلطة العثمانيين، ثم وصلنا إلى الفترة اللي كان فيها الانتداب الفرنسي. عندما إجوا الفرنسيين لهوني وحاولوا أنه يأسسوا لسلطة لألون هوني، طبعا كان هنالك رفض من أهل رشيا ومن الثوار اللي رفضوا الانتداب واللي هني كانوا بقيادة سلطان باشا الأطرش بالثورة السورية الكبرى. وب 22 تشرين الثاني حصلت معركة كبيرة استمرت لثلاث أربعة أيام، كانت على أساسها معركة عم يسقط من الشهداء الثوار بقيادة سلطان باشا الأطرش بالثورة السورية الكبرى ما يزيد من 400 شهيد على أسوار قلعة رشيا. وللصدفة أن يكون تحرير القلعة على إيد الثوار ب 22 تشرين الثاني سنة 1925. بعد ما اعتقلت السلطات الفرنسية رجالات الاستقلال في القلعة، كمان بقيوا رجالات الاستقلال بين أحضان هالقلعة من 11 تشرين الثاني سنة 43 ل 22 تشرين الثاني سنة 43، وتم إعلان استقلال لبنان مع خروج رجالات الاستقلال من قلعة رشيا. أثرات رشيا يلي بتدل على مفهوم الحياة الوحدة واللي ميزت هالمنطقة هي أربع كنائس موجودة برشيا، واحدة منهم من أقدم الكنائس نحن واقفين هلأ قدامها هي كنيسة مرموسة الحبشة. التراث العمراني برشيا الوادي موجود أيضاً بأكثر من 250 بيت من بيوتها القديمة المبنية بالحجر والمسقوفة بالأرميد الأحمر. أما واجهة هالبيوت الرئيسية
فمبنية بأشكال هندسية مميزة بالقناطر الحجرية. تعتبر صناعة الفضة من أقدم الحرف الموجودة برشايا الوادي، وبعود تاريخها للقرن السابع عشر، وبعد لحد اليوم تصنع يدوياً، وبتشمل العقد، الخاتم، الإسوارة وأمور عديدة، بالإضافة لمستلزمات الخيل من حوافر وغيرها. هيدي من الشغل الأساسي تبع حرفة الفضة. التلحيم شغلة أساسية بالتصنيع، شغلات مثلاً قطع محددة بنجمعها مع بعضها ونلحمها تتعطي الموديل اللي بدنا إياه. كثير بعد في ناس عم بيمارسوا هالحرفة؟ قليل، يعني من الأساس نحن اللي مستمرين، في مواظبة على العمل وهيك. شو هي أكثر الأنواع اللي بتجذب السواح؟ الشغلات اللي لها طابع قديم. لو كانت جديدة بس موديلها قديم. هيدي المطلوبة لأن ما في منها بالأسواق. شو يلي بيميز صناعة الفضة برشية عن غيرها؟ بيميزها أنه إلها طابع تراثي قديم. وبس تعرفيها هاي شغل رشية، هي بعود تاريخها يمكن القرن السابع عشر. نعم. بس تشوفيها تعرفيها شغل رشية، لما منزل على بيروت صاروا يعرفوا هذا شغل رشية، حتى بالمحلات بيعرفوا أنه هاي شغل رشية إلها طابع خاص فيها. وطابع قديم. كل شغلة هيك، كل حدا بيجيب لك صورة بتقدر تطبق له إياها على الفضة، كل شيء بينعمل. أغلب الشغلات فينا نشتغلها، وخاصة إذا بتكون يدوية. الفضة من الصناعات القديمة جدا تاريخيا، والصناعة فينيقية بالدرجة الأولى، بتعطي طاقة للجسم، كلفتها أقل من غيرها، كلفتها السعر. لذلك في قابلة للفن، يعني إذا اشتغلتي شغلة وطلعت 100 جرام بالفضة بضل سعرها مقبول، بس إنما بتعمليها بغير معادن بتصير غالية كتير وتبطل تنشر أو تنباع. من أشهر الصناعات الموجودة برشية أيضاً هي صناعة المدافئ، أو ما يعرف عند أهل رشية بالصوبيا أو الوجي، وهي بتتميز عن غيرها بالزخرفة اليدوية الحلوة. لحتى نحكي أكثر عن هالموضوع بنستقبل سوا الشيخ يوسف القدماني. شيخ، أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية. الله يعافيكم. إذا بدنا نحكي أول شيء عن تاريخ الصناعة، صناعة الصوبيا برشية، بدأت صناعة الصوبيا برشية بين 36 و 37. نعم. 1937 كانت بالبداية يدوية 100%، يعني فيش آلات، يعني كانت بصعوبة تتنفذ، وأخذت من هذيك الوقت المنحة الحرفي. والمدافئ وين ما كان في مدافئ، صح، بالعالم كله في مدافئ، عم يجينا من إيطاليا، عم يجينا من فرنسا، عم يجينا، إنما القيمة لمسة اليد. الشيخ يوسف، اليوم في شروط معينة لصناعة المدافئ؟ يعني يمكن الحديد لازم يكون سميك أو طبعاً غيره. شو هي الشروط؟ كل مصنع بيختار نوع معين من الصناعة، في منه شعبي بسيط بكلفة قليلة. نعم. في منه فني، يعني على مستوى بيستغرق كذا وقت حتى يتنفذ. سميك الحديد فيها الحسنة إنه وقت ببث الحرارة الحديد بيلسعش لسع، يعني بيعطينا الحرارة بشكل كثير منتظم. نعم. وبكون نتائجه أفضل، يعني هذا فيما يتعلق بين السماكي وقلت السماكي بالحديد. رشية بالذات تتصنفت سياحياً بفضل الحرفية الموجودة فيه. كان في دور للحرفية الموجودة في رشية، وفي أحيان كثير عم يجي طلاب بيحاولوا بميلوا بيتفرجوا على الصناعة الموجودة عندنا. هي فقط تسوق محلياً؟ راح على فرنسا وعلى إيطاليا. يعني إفراديات. يعني مرقوا من هون بالوقت اللي إجوا زاروا البلدية، مرة السفرات زاروا البلدية هون عندنا. نعم. استحلوا الصناعة أخذوا. قلنا لهم طيب أنتوا عندكم أم الصناعات كيف تانا؟ قال هونيك أفيش هال يعني أفيش الصناعة اليدوية مش موجودة هونيك، يعني هن استحلوا الصناعة.
لكل محبي رياضة المشي بدعيكم انكم تجوا على رشيا لحتى تتعرفوا اكثر على درب الجبل اللبناني يلي بيمتد من عند شمال لبنان وبينتهي بمرج عيون جنوب لبنان، وبتمرقوا ب 75 منطقة وبلدة وبيناتهم 3 محميات طبيعية. درب جبل لبناني درب مستحدث وفات على مناطق كثير وعرف ناس على ضيع جديدة وعمل حركة بالريف اللبناني ومشكورين كل القيمين على هذا النشاط، لأنه بالفعل قدم مثل إحياء لأصحاب هالضيع النائي اللي بعيدة، قدم له خدمة للتعرف على ضيوف جديد، على ناس جديد، على عادات جديدة بالضيع اللبنانية اللي كانت شوي مهمشة. ومن ضمن المسار برشيا، رشيا ضيعة حلوة ونائية تتميز بمناخها بطبيعتها بجبل الشيخ القريب من رشيا. يعني أنا بفهم منك أستاذ مهدي إنه كل شخص بده يكون عم يتمشى أو يكون عم بيمارس رياضة المشي بدرب الجبل اللبناني، مش بس بيمشي بالإحراش، بده يتعرف على كل منطقة يلي بيكون موجود فيها وخاصة منطقة رشيا. يتعرف على كل منطقة موجودة برشيا، على بيوت رشيا، على أثارات رشيا القديمة، يعني العمران برشيا، تاريخ رشيا، جغرافية رشيا، هواء رشيا، كله هيدي بتستقطب السائح اللي بيزور رشيا. وعم بيقصدوا رشيا مش بس اللبنانية، عم بيقصدوها سواح أجانب بيجوا بيقصدوا رشيا ليناموا برشيا ببيوت الضيافة اللي انوجدت بفضل جمعيه درب الجبل. خلال مروركم برشيا ضروري تتعرفوا على بيئتها المميزة بالتنوع الطبيعي. الشيخ سهيل القضماني رح يعرفنا أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك ببرنامج مشوار بلبنان. أهلا وسهلا فيكم برشيا. اليوم تقريبا في 100,000 شجرة غرستون برشيا. نعم صحيح. خبرنا أكثر عن هذا الموضوع. بالحقيقة هذا المشروع بلش من 5 سنين مع الـLRI. الـLRI اللي هني جمعية التحريش بلبنان الممولي من الـAFDC. بلشنا نزرع بهاي المنطقة، اتقينا ترميمة بيئيا، فاخترنا هاي المنطقة لنشجرها. زرعنا أكثر من 100,000 شجرة بهاي المنطقة اللي جغرافيتها كتير حلوة، قريبة من جبل الشيخ، اللي عايشوا منهم 65,000 شجرة، 11 نوع شجر لبناني، صنوبر مثمر يقارب 50,000 شجرة، وأرز لبناني وقطلب وزعرور وعدة أنواع من الأشجار اللبنانية. شو الأسباب يلي بتخلي أشجار تانية ما تنجح؟ يعني يفضل اليوم أنك تزرعي أشجار وطنية، لأنه آثارها البيئية معروفة مدروسة دايما بالعلم البيئي. مخاطرة أنك تجيبي نوع غريب. نعم. هيدا آخر شيء توصلوا له العلماء. ما إلك غير بلدك يعني. ما إلك غير بلدك. فالحسنة بهذا المشروع إنه عندك 50,000 شجرة صنوبر مثمر بعد 10 سنين رح تشكل عائد كتير مرتب للبلدية، لأنه هاي أراضي بمعظمها مشاع. في بعض الأراضي الخاصة اللي انزرعت والباقي كلها أملاك جمهورية. وأنتوا عم تلاحظوا كيف الشجر كبر، صار في شيء متر ونص من الأشجار. بالإضافة إنه رح نخلق نحن المكان الطبيعي للطيور ولبعض الحيوانات الوطنية كمان الموجودة إنها ترجع تلاقي المحل اللي هي تختبي فيه. فبعد 10 سنين توقع هاي المساحة تصير كلها خضراء، إذا الله راد يصير عندنا حرش، عندنا 100 هكتار راح يصيروا غابة حلوة كتير. مسموح العالم تجي تتمشى هون، تركب على البسيكلات، تعمل رياضة. إذا ملاحظة كتير المنطقة بعدها نظيفة كتير. يعني مسموح يجوا، يعني كل يوم بكير بيجوا. نعم. بيمشوا وبيعملوا رياضة هون كل يوم كل يوم. نحن حبينا نجيبكم لهون تنجمع المشهدين، مشهد التشجير ومشهد النحل. وقفنا هون شوي بعيد عن النحل حتى شو؟ قلك أنت خايفة. أنا ماني خايف، يعني هون نحلاتي ومعرفهم. عارف شو مربى قلك. طبعا. شو يلي بيميز عسل رشيا عن غيره؟ هلا كل العسل اللبناني مميز. أي. عنده خصوصية بأنه مناخ لبنان مناخ شبه صحراوي. نعم. وبعدين في تنوع بالأعشاب، أكثر بلد فيه أعشاب بالعالم، أنواع أعشاب وكلها
عاسلي منتج للعسل. فهذا الشيء أعطاه الخصوصية للعسل اللبناني، بالإضافة أنه عدة مواصفات العسل اللبناني فيها بالطبيعة بالطبيعة مميز عن غيره. بعطيك مثل، مثلا بأوروبا نسبة الرطوبة المسموحة بالعسل تتدرج من 18 لـ 22-23% ببريطانيا، بينما بلبنان كل العسل اللبناني رطوبته 18 وما دون، يعني نسبة المي بالعسل. هيدا شيء بيميزه وبيعطي أهمية. نعم. يعني نحن جيران أوروبا ندعي أنه عسلنا أجود من العسل الأوروبي. وبيلي شيء في 60 نحال عايشين من هذا القطاع. مشاهدينا، من الصناعات المشهورة أيضا برشايا الوادي هي صناعة دبس العنب. بدعيكم أكيد بس تجوا على رشايا تتمونوا من خيرات كرومة اللي بتنقطف وبتنعصر وبتتقدم، وهو دبس العنب. ذوقوا وعكفالتي. بآخر المشوار منوصل لآخر فكرة ببرنامج مشوار بلبنان، وهي فكرة الحزورة. بس قبل ما تعرفوا شو هي حزورة اليوم، ضروري نعرف شو هو جواب الحزورة الماضية. كان السؤال بأي سنة استضافت طرابلس بطولة الأمم الأسيوية بكرة القدم؟ الاحتمال الثالث هو الجواب الصحيح، سنة 2000. أما مين ربح معنا؟ رح نشوف سوا. ألف مبروك للرابح. أما شو ربح معنا؟ منشوف سوا بهالتقرير. أوتيل كواليتي إن طرابلس بيقدم للرابح منامنا شخصين مع ترويقة. ألف مبروك. ما تزعلوا وروقوا، بعد في هدية تانية ما رح لكم شو هي، شوفوها بالتقرير. أوتيل ميرامار الألمون بيقدم للرابح منامنا شخصين مع ترويقة. ألف مبروك. أما مين ربح هالجائزة الاستثنائية من طرابلس؟ كمان منشوف سوا مين اختار الكمبيوتر. أما حزورة رشايا فهي حزورة سهلة كتير، اسمعوا منيح. قديش عدد الأيام اللي احتجزوا فيهم رجال السلطة اللبنانية بقلعة رشايا سنة 1943؟ هتكون ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول بيقول 7 أيام، الاحتمال الثاني بيقول 11 يوم، والاحتمال الثالث بيقول 15 يوم. بعتوا SMS من هلأ على الرقم 1013 وكثفوا رسائلكم، لأنه كل ما كثفتوها كل ما كان في عندكم إمكانية بالربح أكبر. أوتيل ومطعم الكنز رشية بيقدم للرابح منامي لشخصين مع ترويقة. ألف مبروك. مثل ما قلت لكم كل 4 أسابيع عم نختار أجمل صورة. صاروا 4 أسابيع، يعني اليوم في عنا رابح. أي صورة اختار الكمبيوتر رح نشوف سوا. ألف مبروك اللابتوب يلي هو تقدمة تلفزيون لبنان. مشاهدينا، برنامج مشوار بلبنان لليوم خلص، يعني بمنطقة رشايا الوادي، بس أكيد مكفى بمناطق تانية. بتمنى نكون عم نال اعجابكم بكل هالمشاهد اللي عم تشوفوها، واكيد كمان بالحزوره والجوائز اللي عم تربحوها. ملتقينا معكم بتجدد الاسبوع اللي جاي بضيعه جديده. الى اللقاء.